Mesdames et messieurs, préparez-vous pour le défi des spéciales. Le défi. وقاية نتائج التصويت. قاية نتائج التصويت قبل ما نحكي على الديفي شنو. المجموعة اللي معايا كل صباح يغنيوا لكم غنايات اقترح عليهم تيم ويغنيوا لكم بأصواتهم وانتوما اللي تصوتوا وانتوما اللي تختاروا شكون الصوت اللي تحبوه يفوز ويمنع وشكون الصوت اللي تختاروا باش يقوم هو بالتحدي اليومي. غنى عبد الحميد طلوس. حبي ايه في المزموم تحب نعودها لكم؟ لا على راحتكم. غنيت جيهان. شو غنيت؟ بتخاصمني حبة. يا لله. باه. غنى سي مروان. شو غنيت؟ مالي حبيب الا الله. مالي حبيب الا الله. وبالنسبة لمريم اختارت باش تغني انهار في بلاصتها. وانهار شو غنيت؟ حبة حب. حبة حب. توما اللي صوتوا وانتوما اللي اخترتوا. انا باش نبدا بالمرتبة الأولى ونسبة 60% 60% المرتبة الأولى رغبة علامة أكيد مش علينا مدى 60% بسام ومحمد والصادق ونجوى ومكرم وألفة ونعيم وأحمد وروضة ومعتز وجيهان وسونيا وخلود وغيرهم صوتوا لصاحب المرتبة الأولى أو صاحبة المرتبة الأولى أو صاحب عبد الحليم أول ما بيضربه المرتبة الأولى المرتبة الأولى 60% اليوم من نصيب أنهار. شكون لا 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 سك على المباشر قلت لكم عناش ميكرو شكون أنهار. أنا حبت حبل بلوك اللي يترحي من بكري علينا أعداء النجاح. شكون أعداء النجاح؟ أنهار ربحا. أنهار حسب تصويت الجمهور جات في المرتبة الأولى. ودي كانت تغلي مش تغني راهو فاهمين بالغلط السادة المستمعين سيدي ربي يبارك فيك. وبالتالي منعت مريم. ماني بقاعدة ترونكيل لا غنات ربي يفضل لي أنهار. أعطينا شوية فيديو أخويا برشلونة أعطينا شوية فيديو. ربي يفضل لي أنهار. اني معش مغني شنو اليوم نخدموا على بدرة باهي شوف تنساو شراو فما جماعة صوتوا لنهار وجماعة صوتوا لمريم وبالتالي ذاك على جات في المرتبة 60% المرتبة الثانية وبنسبة 30% مرتبة محترمة جدا المرتبة الثانية بعد تصويت الجمهور من نصيب مروان سي مروان حبيت نهديه نهديه هذايا ونقول هذا توفيق من عند ربي ونشكر نشكر كافة القايمين بارك الله فيكم ترينين عليهم ان شاء الله ربي قدر الخير بارك الله فيكم ان شاء الله ربي قدر الخير المرتبة الثالثة وبنسبة 20% باهي محترمك أولنا باهي باهي ماهيش بعيدة برشا على المرتبة الثانية المرتبة ما نيش نحكي على خاطر نجم تكون من نصيب شخص صاحب المرتبة الثالثة أو صاحبة المرتبة الثالثة بعد تصويت الجمهور المرتبة الثالثة من نصيب جيهان المرتبة الأخيرة خمزيد وطافة خمزيد وتنجم تعطينا شوية هكا كملنا المقطع الثاني من الغناء انت ما بينك وبين الحب انت ما بين الحاجات يلي ظلموني المرتبة اللي انت فيها انت ما بينك ما بينك وما بين المرتبة الاولى عايش خويا قديش من صوت خنقول قول اكاويزيك يزيك يزيك المرتبة الأخيرة طلوس وبالتالي طلوس هو اللي باش يقوم بالتحدي متاع اليوم شو التحدي ركزوا لي أموركم شغلني في الأوبرا مليح أنا الحقيقة كان عندي تحدي في مخي إلا أنه استدركت في آخر لحظة أي الحمد لله وبدلت الكونسيبت رجع لي شهد العقل الحمد لله يا ربي المرتبة الأولى من نصيب أنهار والمرتبة الأخيرة من نصيب عبد الحميد طلوس الكعر الرعاوة سمعنا الناس عبد الحميد طلوس
مطالب بعد شوي. والله عندي صراف. أعطيني تليفونك أنهار. أعطيني تليفونك أنهار بما أنك أنت جيت في المرتبة الأولى. حلي تليفونك ووريني الليست متاع لي زابيل متاعك يا شختي. يا رسول الله لازم الليست كله. لازم الليست. هاي صحيح تمام. هاي الليست كله. مش الليست الكل. آخر تليفون كلمته أنهار شكون؟ آخر تليفون قبل اللي فيه القلب با. با تنجم توري وتغطي اللي فيه القلب باش ما يشوفوش المستمعين. عارف الزملاء في الحال سي سامي. دونك أنهار كلمت بوها سي غازي آخر تليفون. عبد الحميد طلوس مطالب بعد شوية باش يتصل بسي غازي بالتليفون. شكون؟ أنت؟ أنا مش نكلم شكون؟ سي غازي بو أنهار في التليفون في الموديل. أنت تعرفوا سي غازي بو أنهار ولا؟ نعرف كان هو. أنا كان يعاود يرجع لك شيء تعقلت الغدي فيه. أنا راني. راني كانت كوات. مطالب في قديش وقت سي باسم نعطيو دقيقتين من زمان. مطالب باش تكلم سي غازي في دقيقتين من زمان. وسي غازي يلزمك تخليه يقول لك كلمة حربوشة. كلمة مسمار. وكلمة فرفز ولا فرززو. أنا مش أقول غازي فرززو. إي نعم. حبيت أقول لكم إن شاء الله تكملوا عامكم طيب. هو لازم يقولهم. هو اللي لازم يقولهم مش أنت. أنا مش نكلم غازي تو ونقولوا فرززو. حسيلو حبيت أقول لكم إن شاء الله برمجة طيبة. نتقابلوا إن شاء الله في الجنة جميع. يا سي عبد العزيز راني حبيتك يا جيان. ربي يطول في عمرك إن شاء الله. وإن شاء الله مسيرة مفرحة. مغيب نوصيك على بابا. شكون بعد شوية ما توصي بوك عليا. بعد شوية في المباشر التحدي مع طلوس. ما تنسيوا شوية أخرى لعبة كلمة صحيحة. مرحبا بالجميع.